السلام عليكم. اليوم ان شاء الله الفيديو ديال اليوم ان شاء الله كيف غتشوفوا في العنوان قلنا اثنان في واحد او دو زونا. اليوم غادي نديروا واحد التقنيه ديال لا بانتور سور سوا. لا سوا ديالنا ها هي وفيها الارقام، فيها 5 و 9. دونك حنا خدينا الرقم 9 كي باش خدامين ان شاء الله. كيف قلنا عندنا عندنا في كادونس صباغه ديال الفابريك ديال الثوب، هادي ديال الثوب. دونك هادي ديال الثوب هي اللي غادي نستعملو ان شاء الله، وباش ملي تشريو الصباغه ديال الثوب باش غادي ترسمو يعني بالبانسو غتلاق لكم حتى لاسوا. وفعلا النتيجه ديالها راه رائعه رائعه بزاف، غادي تشوفوها. حنا غادي نخدمو واحد التقنيه اللي سهله، غنخدمو ان شاء الله واحد ثلاثه التقنيات. ها هي التقنيه الاولى غنديروها بسيطه وسهله، تبعوا معايا ومرحله بمرحله ان شاء الله وكلشي غادي نفسرو. هادي فابريك ستيل مات، تبعوا معايا. شنو غادي نديرو؟ غادي ناخدو دي غوبلي اللي غادي نجرو فيهم الصباغه ديالنا. عشوائي، خصيرة الوان عشوائي، ماشي غادي واحد التقنيه سهله هي الاولى. قطرات والماء كنديرو شويه على حساب حنا كيفاش بغينا اللون، واش غامق واش مفتوح اولا، يعني ما كنحتاجش بزاف ديال، كنحركو مزيان ما نخليش حتى تحل الصباغه. عندي الصباغه مزيان، ندير لون اخر. انا ديجا وجدت شي الوان اللي كاينين، صراحة صباغتها راه متميزة بزاف بزاف. الشيء اللي كيعاني من الصباغة في التيسيو كتجي صعيبة، إلا بهاد فابريك صراحة وسقسيو الناس اللي مجربينها بواحد السهولة. هادي تنهضر إلا كنتو غتصبغو بالبانسو وعاد أنك تخرجي منها الصباغة ديال لاسوا. فهادي خدينا لاسوا ديالنا، قبل ما قلتهاش لكم أننا خدينا لاسوا ديالنا، شديناها تيريناها، خدينا هاد الميتيي. ها هو كاين بزاف الاشكال ديال الميتيه، يا اما كتشريو من عند الموالين اللي كيبيعوا المواد ديال الرسم على الثوب، اولا كتعطيو النجار ديالكم كيصوبو. شفتي كي داير؟ شفتوا هذا كي داير؟ ولكن كاين بزاف ديال الاشكال، ماشي غير هذا، هذا ابسط حاجه. دونك كيتباع حتى هو هاد البينيزات، معمولين على الثوب ان ما كينتفوه ما حتى شي حاجه لا سوا. دونك كتشوفوا انا جينا جبدناه كنجبدوه مزيان وكنسقو عادي، ما كياخدش شي مجهود او لا شي حاجه. دونك عادي. دونك قبل ما نبداو نصبغوا لاسوا ديالنا غادي ناخذوا نفزقوها شويه على الزيت ديالي، وما كنكثرش الماء دونك باش تمشي لي الصباغ. واه كتبان لكم الزكاه كلها، ماشي بزاف كاع حتى ولا الماطه، مي جوست شنو اللي غادي تخلي لنا الصباغه تحرك. دونك الالوان كيف درنا هم الالوان ديالنا خلطناهم. غناخدو بانسوات نقيين، فورما اللي عجبتنا اللي عندنا د البانسو غادي ناخدوهم، اولا ايبونج اولا اي حاجه. وغادي نبدا هنا، غادي خديت انا الوان عشوائيه، نمشي تبعوا معايا، نهز هكا ونقص شويه ونمشي. انا بغيت نمشي بهاد هكا، شتي هكا كتمشي معاها. بغيتو ديما كيبقى الاختيار ليكم في الالوان كيف بغيتو. اللون هذا من بعد نعطيكم الارقام ديال الالوان اللي درنا. دونك انا كنكمل هي كتمشي عند بعضياتها. الالوان نتوما غتاخذوا لون او لا جوج، ما تكثروش على حسب الشواء راه باش نبين لكم. يعني كنحاول ما نهزش اكثر باش من بقى
هكا نكمل كامل. تخافوش نتوما ديروا الالوان اللي يعجبكم. انا مشيت بهذا الشكل هذا هكا، ما هو اوريزونتال ما هو سميتو بشكل مائل، نتوما سيروا باش ما بغيتو. كيبقى الاختيار ديال الالوان عندكم كيف ما بغيتو. جبدوا مزيان لاصوا ديالكم. شنو غادي ندير؟ غادي ندير انا اختاريت ندير فيه واحد ليفي، واحد ليفي كاين بزاف ديال لي سيفي. انا غنعطيكم ليفي الاول، هذه كي قلت لكم التقنيه الاولى. غادي ناخذ الملحه، ملحه غليظه هذه تاخذوا درهم درهم عند سميتو عند عطار شتيها هكا، ماشي ضروري الملحه، كاينه ملحه خاصه باللاصوا ميتها هذه كتخدم نفس الشيء تقريبا. كنشدها صافي ونخليها تبات ليله اولا واحد ثلاثه د السوايع وعاد نحيدها. ها هو بعد ما خليناه ليله كامله اولا تخليه واحد ثلاثه د السوايع ولا اربعه هنا، حنا غنسوسوه ونحيدوه نوري لكم كيفاش غادي يكون ان شاء الله. شوفوا فوالا فوالا، بعد ما حيدنا له لي بينيس كاملين غنجمعوه غنشدو غادي نغسلوه. نغسلوه علاش؟ باش نحيدو من الملحه. انا هيا غنجيب هاد السطيل هنا غنديكم شتا الروبيني ونغسلها، راه الصباغ ديال سميتو الما كتحيدش ولو باقي منفيكسياش. هيا راك تشوفو نحكها كاع وما كتطلقش. شوفو الما غنجيبها ليكم حيت اصلا شتو الما ما كتطلقش نهائي، باقا منفيكسيا باقا ممصلوحه باقي من حتى شي حاجه. دونك غنحوها ونرجع لكم. نتوما كتشوفوا الالوان ما تحركوش من بلاصتهم، الالوان ما تحركوش من بلاصتهم. صراحه نوري لكم التقنيه فقط، اما الذوق فتيبقى لكل واحد اشنو بغى يدير. يعني بغيتو ديروا لو نوار اي لو غري، بغيتو ديروا الزرق واحد كافي حتى هو كيجي زوين. ديالها كي داير صراحه هادشي شتو كيبان اورانج، كيبان ما عندناش كاع الاورانج وكيبان لورانج. دونك هنا في هاد التكنيك هنايا قادين على الصوا ديالنا، خدينا واحد الطريف غادي نرشم فيه واحد لابارتي من هاد الورده، غير واحد لابارتي غناخد انا غير هاد الوريده هادي الصغيره غادي نديرها. كيفاش كنرشمو في لاصوا؟ كنرشموها على الظهر ديالها باش القلم ما يجيناش في الوجه. دونك هاهو نتوما كتاخدو الرشمه اللي بغيتو، انا غير باش خديت وحده صغيره شويه وبسطتها باش نوريكم التقنيه كيفاش يمكن لينا نديرو حتى بال حتى اللي خدينا. صافي نخلي غير هذه هكا غير باش نوريكم. شتيها هي من الظهر ديالها درناها، نشدها ونقلبها على هكا، ها هي كتبان عندي شتيها من فوق منها. غادي نرشم انا اش خديت؟ خديت هذا باش نهضر لكم عليه هادو لو سيرم باش غادي نخدمو في لاصوا. عندنا بزاف في كادونس كي
كاين هذا ميتي سورفاس ديال جميع الاسطح، هذا اللي في الثوب، في لاسوار، في الزاج، في الخشب، في اش ما بغيتي. دونك فيه الالوان، هذا الدوري باش نخدم، هذا نحاسي، كاين ارجونتي، كاين زرق اللي موجود عندنا دابا، كاين الكحل، الابيض. الابيض فيه جوج انواع، كاين ميتاليك وكاين الاوباك يعني عادي. دونك هذا هو فيه 50 مليلتر، كيليق لجميع الاسطح. ما بغيتش نكثر عليكم، عندنا بزاف ديال لي صغن، مي كل مره غادي نخدموا بواحد باش تفهموا. دابا غادي نخدموا حنا بهذا. دونك نوريكم تقنيه من التقنيات اللي ممكن نديروا في لاسوان وبصباغه وحده، يعني اثنان في واحد كي قلنا. دونك ناخذ نرشم، ديما كنرشم، الا غادي نرشم شي حاجه كنرشمها من الفوق، واول حاجه قبل ما كنخرج الرسام تنديرلو هكا شي تنا. ثم خذوا وقتكم شويه عليكم، رائعه بزاف، واللي زوين انه لا يقلي بزاف ديال الحاجه. دونك هذا ها هو، غادي نخليه ينشف دغيا، تينشف عنده تقريبا واحد 10 دقائق تقدري تبداي موراه تخدمي، سينو غتنشفي بساشوب. احسن انا كنفضل ان اي حاجه تخليوها تنشف بوحدها. دونك هي بعد ما رشمناها فزقناها شويه بشويش الماء داخل ديال الرشمه، نحاولوا ما نخرجوش البلاصه فين خرجت، راه ما كاينش لو ساق. دونك انا عاودت زدتو كنفزق غير شويه كثر شيء. دونك شنو غنديروا، غناخذ واحد ناخذ الصباغه بحال اللي درنا في التقنيه الاولى، ديليو في شويه د الماء ها هي، وهنايا درت شويه د الابيض حتى هو نقطع، وديليتهم في شويه د الماء، طلقتهم في شويه د الماء، وهما باش غادي نرسم وغادي ندير الديكغادي ديالي بكل سهوله. ف دونك انا خديت هذا نحط هنا، انا بغيتها غير خفيفه ما بغيتوش فونسي، وكيبقى لكم اللون كي بغيتوه، شتي راه كتمشي اللون كي بغيتوه، كتقللوا ليه الماء بسهوله، ما كاينش شي جهد، كتمشي. انا بغيتها خفيفه اللي ما عندوش حاجه لي، انا بغيتو بحال هكا سهوله بسهوله. وعندكم واحد الوقت قياسي كتساليو الرسمه ديالكم، دونك ما ترددوش، قندوره اي حاجه بغيتو ديروها، دي شوميز، المهم نتوما راكم عارفين شنو التقنيه هي. انا البنات زعمو وبداو، راه شي حاجه سهله، خصوصا هذا الشيء اللي كندير دابا، هذا الفيديو هذا كل شيء اللي فيه راه اللي كنقولوا ان جو دونفون، واحد لعبه بحال اللي كيلعبوا بحال الدراري الصغار تيلعبوا. صراحه راه محتاج درايه او لا فورماسيون او لا، ومن هاد الفيديوهات زعما صراحه الله يجازي بالخير الحاجه ناديه اللي شجعتني باش يستافدوا الناس اللي ما كيوصلوناش، اللي بعاد في مدن اخرى، ولو ان كادونس ما بقاش بعيده على حتى واحد، راه كاع المدن كلها كتستعملها وكلشي كيديبلاصا عندنا بوغ لي فورماسيون، ولكن الناس اللي ما استطاعتش او شي حاجه ماشي مشكل، حنايا نخدموا معاهم هكا فيديوهات يستافدوا منها، واي تساؤل هذيك من كنقص، الا كان اللون عندي هكا نقص القلم اللي كيبان لكم غادي يحيد، لان درناه من الظهر. دونك وحتى الصباغه هذه راه كيشتوني صبنتها سوق بلاص بلا بصلوح، راه ما كتحيدش فما تخافوش منها. فوالا اسهل من هكذا ما كاينش البنات.
اذا بعد ما شفات لنا الرشمه اللي درنا الاولى و لبسات مزيان، ناخذو غير نصاوبو لو فون باي طريقه. نصاوبو لو فون فزكت انايا، هنايا نفزك، نحاول نقرب انا غير شويه، ما ندخلش في الرسمه لان باقي ما فيكسينش هذا، وباقي ما ناشفاش من بزاف، تقدر الصباغه تسيح لينا. دونك نفزك البروجي ديالي يكون فولار اولا قندوره اولا وانا هاد التقنيه دابا اللي درت لكم نتوما عطيتكم غير تقنيه، اما كيفاش توظفوها فكيبقى لكم، فاش توظفوها كيبقى لكم نتوما، في قندوره، فولار، في شال، في كاش مايو، في كل واحد فشنو يبغي. دونك انا غادي ندير واحد الالوان باش نوريكم تقنيه. فدونك ديليت يعني حليت الالوان ديالي اللي هما دائما الفابريك ستيل مات، الالوان باختيار لان الا بقيت نقول لكم ارقام رانا خدمت بزاف د الالوان. دونك نتوما غادي تختاروا الالوان اللي كيوالمكم واللي يعجبكم. حتى انا عشوائي ماشي شي حاجه، خذوا كي قلت لكم بونجا كبيره او لا بانسو. تبقاو متبعين حتى كنكملو الالوان ديالنا باش انني نزيد مازال دوغان نحدو فبقي فاسكه. دوغان هي حتى هي ديال الثوب وهي بشكل بحال بات كتجي وميتاليك بزاف بزاف، انا غنوريها لكم. شديتها حليتها حتى هي بحالهم كاع لي بينتور كادونس كيتحلو بالماء. دونك حليتها وغادي نحاول، بغيت ندخل بشي خطيطات يعني شي حاجه معايا كيفاش كتلمع. اللمعه ديال دوغان صراحه تحفه، حتى هي كنرسمو بها بالبانسو كنديروها بالبوشوار باش ما بغينا كنخدموها. هنا غادي ندوزو لتقنيه اخرى، التقنيه الثالثه. غادي نفزكو لاصوا ديالنا كالعادي، حنا غادي نديروها هي، غادي ناخذو لي باج اللي ديجا خدمنا بيهم لي شاطو لينا. فغادي نبدا نحط، ممكن نزيدو لهم شويه الماء نجلوهم اكثر كيبقى لنا الاختيار. انا كنطلع لهم تشوفو شكون لهم سير. دونك غادي نبقى نحط عشوائي، ني كنحط عشوائي كيف ما عشوائي، ما غاديش ندير واحد ديغرادي ولا سميتو، غادي نخليها هكا فوالا. حطيت كاع نفس البانسو باش يكون داك الديغرادي. عجبني زيت الالوان زيتهم هم كتبقاو نتوما كتلعبو بيه.
التقنيه اشنو هي؟ المهم انا كنديروا الوان ماشي مشكل، هذا الكلام كما بغيتو. التقنيه شنو هي؟ هذه ديال المهمه. هنا عندي، هنا خديت شامبوان، شامبوان ديال الشعر لون بيض، ما ناخذش اللون اللي يكون ازرق او اللي يكون فيه شي كولور، اللون ابيض. هذا شامبوان ديال الشعر العادي اللي كنديروا في الشعر. شنو غادي ندير؟ غناخذ هكا بانسو، غندير واحد الدوائر عشوائيه، اي شكل في الاشكال نديرو، اي شكل هندسي او مربعات او داك الاشكال الافريقيه، الا درت لورانج والخضر وسميتو نخدم اشكال افريقيه. انا اختاريت هذا الشكل السبيرال، هذا شامبوان، ماشي شي حاجه اكثر من شامبوان. راه قلت لكم لاسوا شي حاجه كتمتعوا نتوما كتخدموا بها، ما كاينش الخوف منها، ولا وقع الغلط كنردوه حاجه اخرى، لان ربما كيوقع الغلط ولكن ما تخافوش منه، كملوا، لان هذيك الغلط كيقدر يكون شي حاجه زوينه، ما عمرو كيكون شي حاجه خايبه في لاسوا، بعدا عمرو ما تيكون شي حاجه خايبه. نكمل هكا، الماء، نزيد الماء شويه، الماء الشامبوان، ديما شويه الماء الشامبوان. كناخذ بانسو بحال هذا، ضروري بحال هذا، ها هو لي فونتاي، هذا ناخذ بحال هذا. علاش؟ قولي لي القلبه ديال شي، غادي ندير واحد وغادي نخليوه ينشف، وملي ينشف ان شاء الله نرجع نقول لكم اشنو غادي نديرو. داك اللي درنا له التقنيه ديال الشامبوان ها هو بعد ما نشف وقبل ما يتغسل، حنا غادي نمشيو نغسلوه دابا ونصلحوه ونرجع لكم. هنا كيفاش غادي نفينيو؟ غادي نفينيسيون على حساب كل واحد باش بغا يفيني. عندكم اغلبيه كنفينيو بداك الحبيك، داك لوغلي ديال الحرير اللي خاص بالحرير، داك الرقيق هو احسن حاجه. مي الا كنا غنديرو في اللباس اولا شي قندوره اولا غادي نخدمو شي فولار د الحضور اولا شي حاجه ما فيها باس، انا ندخلو شويه الميتاليك. فانا عندي هنايا الدوغا تكسيل، دوغا تكسيل هي خاصه بالثوب، الرسم على الثوب اللي كنخدموا بالبوشوار، سواء بالبوشوار او البانسو، شحال من واحد كيحسب لهم ما كتخدمش بالبانسو، بالعكس تخدموها بالبانسو مرتاحين مع راسكم. دونك دوغا تكسيل هي فيها بزاف د الالوان، اي لون غادي تحتاجو غادي تلقاوه، فيها 18 لون، هي تقريبا فيها 18 لون. دونك كاين هاد الاقتراح هذا، وكاين دوغا 3D، دوغا 3D يعني دوك لي ستيلو ديال 3D فيهم الوان، هادوك فيهم بزاف الالوان، فيهم شي 28 لون، دونك حتى هما تقدروا تفينيو بهم. انا في هاد لي شانتيون هذا غادي نفيني بدوغا تكستيل، يعني ديك باش كنرسمو. فغناخذ اللون اللي كنت دخلت هنا هو دوغا تكستيل نيميرو 1148 الذهبي، الذهبي البارد، حيت كاين الذهبي حامي. دونك اش درت انايا باش نسهل على راسي؟ درت سكوتش فينيت بها واحد الطرف هنايا والطرف الفوق، سكوتش فوق والتحت باش تعطيني واحد الخطيط رقيق باش يجيني ساهل انني ندوز، ما غاديش ندير. دونك صافي غنمشي هكا عادي. حنا كنعاودو نقولو بان هادو دي زاشونتيون، نتوما راك
كتاخذوا وقتكم انكم تفينيو هذا، وكنقول لكم بحال هاد الالوان ما يليقوش في الفولارات، يليقوا في القندورات، في الباس اللي سميتو اولا فولار الحضور. واي سؤال مرحبا بكم في تخيوش عندنا التعليقات ديالكم. دونك هنا على الظهر ديالو فوالا هو في الوجه شتي كيطيح، ها حتى من الرشمه وخا فيها لو سام، ولو سام قلت لكم ميتي فونكسيون يعني ميتي سورفاس، الزاج الحرير، شوف الحرير طاب مواقف نوال. بعد ما نشف، بعد ما نشفات حيدنا ديك السكوتش. انا ما بغيتش هاد الدوغي كامل، بحال درتو شي قندوره ولا شي حاجه كديروا هكا احسن لكم بلا ما ديروا الحبيك. المهم غادي نتبع نقطع كلشي هادشي هكا ومن بعد نرجع لكم ان شاء الله. هي النتيجه اللي التقنيات اللي درنا كاملين نعاود نشرحهم، ها هما النتيجه ديالها، حرير خفيف كانه مصبوغش كيف ما هو على طبيعته في الاول، ف باقي رطب غسلناه باقي ما فيكسيناهش وما طايرش، وغسلناه وباقي ما تفيكساش. دونك غادي ندورو على ظهرو غنفيكسيو تقريبا دقيقه ما كملاش، ما كملاش سينو راه لاصق اصلا بلا فيكساسيون. دونك ها هو حرير طب بزاف بزاف كيف ما شريناه كيف ما هو، يعني زدنا غير زيناه هذيك البلاصه اللي زيناها هي كيف قلناها. التقنيه هذه تديروها في عبايات او لا قندوره او لا شي حاجه، اما سينون بالنسبه للفولارات فكديروا لهم ديك التكفاف ديال لوغلي اللي تقولي ولسه كميه كانه خاص بلا سوا ميت معاها وما كاينش مقاسح ما والو. صراحه وهاد لو سام كيليق لجميع الاسطح، الزاج الخشب كلشي. دونك ها هي التقنيه ديال الملح، يا ريت كان الالوان كيبانوا في التصوير بحال لي هذا. دونك شتم شتي كيفاش دايره لا سوا طيحه وجبينه بزاف بزاف. البنات زعموا صابوا فولاراتكم، وهادو تقنيات للمبتدئين فقط ان شاء الله. عندنا باقي لنا واحد كاسه الحصص ديال لاسوا، اللي كل حصه غادي تكون فيها ان شاء الله كل فيديو غيكون فيه ثلاثه تقنيات، يعني بدينا حنا بالساهل وان شاء الله نبقاو غاديين فيهم تنمشيو للاحتراف في الرسم على لاسوا. دونك هاد هما التقنيات اللي درنا. نسيت واحد، هذا اللي درنا بالشامبوان، كاين شامبوان ما تعمقتش فيها باردون، علاش؟ لاني غادي ندير لكم فيها تقنيات اخرى. شوفوها شوفوها فعلا زعما صراحه شي حاجه راقيه بزاف. شتيوها شتي ديك اللي ما غيبانش هنا ترونسبارون، خصو يتحط فوق البيض باش يبان لك. دونك ها هو، وتا هو درنا له دوغا 3 دي باش صوبناه. هادو دي زيشانتيون، نتوما كديرو كيف ما بغيتو. هادي تقنيه شامبوان، شتي هادوك الرشات اللي درنا بالشامبوان وهادوك الدورات اللي درنا. من بعد ان شاء الله غادي نرسمو به بالشامبوان. عندنا تقنيات اخرى بحوايج اخرى من اللي هما من داخل المنزل ديالنا، الحوايجات اللي حنا كنستعملوهم دائما. نتمنى لكم ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو هذا، وما تبخلوش عليا بالملاحظات ديالكم. يعني ان شاء الله حنا غادي نعطيكم تقنيات جديده ان شاء الله اللي
بالنسبة في اليوتيوب المغربي ما نظنش لا بانتور سيغ سوا بأن متطرق ليها بزاف، فإن شاء الله غادي نديروها، ولكن ما غاديش يكونوا فيديوهات متتابعين. فاحنا درنا لا بانتور سيغ سوا دابا، فمرة أخرى غادي يكون حاجة أخرى، ولكن كي قلت لكم غادي يكونوا الفيديوهات غادي يكونوا عندنا في لا بانتور سيغ سوا، وكل فيديو غادي يكون فيه ثلاث تقنيات إن شاء الله، ولكن ما غيكونوش متابعين مع هادو، وندوزو لحاجه اخرى باش ما نملوش ان شاء الله. ندوزو للزاج او للخشب، المهم كتبوا ليا اشنو بغيتو نخدمو، اي حاجه بغيتو نخدموها ان شاء الله نخدموها جميع خطوه خطوه ان شاء الله حتى الاحتراف. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم. شكرا لكم بزاف.